السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي محاضرة رقم 3، هي كانت رقم 2 بس سويتها 3، كملت البريفكس والسفكس. بس راح اعطيكم محاضرة رقم 3، هي ميديكال ترمينولوجي اباوت اناتوميكال بوزيشن دايركشن تيرمز اند موفمنت، يعني الحركات والاتجاهات والبوزيشن، الموقع مال التشريحية يعني اخذتوها انتم. فنبدأ باسمه تعالى. هاي الستايل قدامكم، هذا راح نعيده كله يعني اشرحها من جديد. بس هاي ملخص المحاضرة للموفمنت سوبيريور، يعني الاناتوميكال موفمنت اللي هي سوبيريور انفيرير انتيرير بوستيرير ميدل لترال بس بوتبل يونيلترال لترال فاكشن روتيشن وهكذا. كل المصطلحات طبعا احنا نناقشها ان شاء الله واحده واحده. ستاندنج اركت وذ بالمز اند فيت فيسينج فورورد از ذا ستاندرد ريفرنس point in which all position, movement and plans are described. يعني هاي يكون الوقوف الركض، يعني الوقوف عدل، توقف عدل، والكف الكف مال الايد تصير اللي قدام يعني بالمواجهه بالفيس يعني بالوجه، وال and feet facing forward والفيس والوجه للامام. هذا يعني كستاندر ريفرنس بوينت ان اول بوزيشن موفمنت اند بلانس ار سكرايب، وهذا يعني راح نوصفها يعني يقول لك ان بوزيشن راح نوصفها، بس هذا يسمونه الركت بوزيشن، هذا الوقفه بهذا الاتجاه. شوف بعض الصوره، واليدين مطبوقه ويا الجسم، والكف الكف الايدي للامام، هاي يسمونه الركت بوزيشن. الركت بوزيشن بالوقوف. الثاني شيء هو البوزيشن اند دايركشن. The terms of position, الموقع and direction describe the position of one body part relative to another. يعني نوصف جزء من تركيبة الجسم، مثلا نوصف الأيدي أو الرجل أو الهيد أو الأرجل إلى باقي الجسم. Usually along one of three major body plans. اللي هي البودي طبعا بلانز، هاي شو قدامكم بالصورة. هسه أروح على position and دايركشن. بوزيشن اند دايركشن سوبيريور، اول مصطلح هو ناقص سوبير. هاي مصطلحات مهمه طبعا. سوبيريور للعلوي للاعلى، سوبيريور للعلوي. سبتو فيرست ستراكشر بينج كلوزر تو ذا هيد اور هاير ذان انذر ستراكشر اند ذا بودي. كل ما يكون الستراكشر اوف ذا بودي اللي توصفه انت قريب على الراس وفوق الجسم بالفوق يسمونه سوبيريور العلوي. السوبيريور العلوي هاير ذان انذر ستراكشر اند ذا بودي. اكو انفيريور عكس السوبيريور، refers to a structure being closer to the feet، يعني قريبه للقدم. Or lower than other او اقل او انصى او اقل من عندنا في structure of the body. يعني مثلا inferior يجوا مثل عندك الانكل joint inferior to the elbow joint فوق مثلا، او inferior to the shoulder joint مثلا. اي شيء هو يعني بعيد عن الراس يسمونه inferior، او الكلوزر تو قريب لهذا للقدم يسمونه انفيريور. انتيريور سطحي فوقي. فيرست ستراكشر بينج مور ان فرونت ذان انذر، يعني الامام مور ذان انذر ستراكشر بودي، يعني هو امام اكثر من ستراكشر، يعني انذر ستراكشر بودي اي ستراكشر بودي فتقول عليه تقيسه ويا انذر ستراكشر بودي تقول انفيريور او عفوا انتيريور امامي انتيريور. هسه تلاحظون هاي الصوره، هاي انتيريور. هذا البوستيرير تو ستراكشر بينج مور ان باك ذان انذر ستراكشر تكون بالباك، يعني تقوس تقيس هاي هسه هاي الوقفه البنيه او الرجل اللي شوف مثلا انتيرير، هاي هسه الصوره على يساري هي انتيرير، واللي على اليمين بوستيرير، فهاي بوستيرير وهاي انتيرير، يعني الذراع مالك هذا انتيرير وهذا بوستيرير، خلف الذراع يسمونه بوستيرير، يعني خلف الذراع كله من مفصل الكتف الى الاصابع الواجهه يسمونه بوستيريور، يعني خلفيه واماميه. ميدل وسط. فيرتو ستراكشر بين كلوزر تو ذا ميد لاين، كل ما يكون قريب على الميد لاين. هاي الصوره موجوده اسمها ميدل، هاي ميدل باعوا هاي الصوره ميدل. كلوزر تو ذا ميد لاين اور ميديان بلان of the body او ميديان بلان او الميديان الوسيط مال الجسم. كل ما يكون قريب على الوسيط مال الجسم كل ما يكون يسمونه من ميدل اوف ذا بودي ذان انذر ستراكشر اوف ذا بودي. لاترال وموجود عندكم ايضا بالصوره، لاترال
refers to the searcher being farther away from the midline, بعيد عن المدلاين. than another searcher of the body. lateral medial. lateral medial. هسه حتى هذا هسه هذا الارم تشوفوني هذا الارم هسه هذا هاي من هاي الجهه من هنا يسمونها ميديال، هاي من هنا يسمونها لاترال يعني قريبه على الميد لاين نفسها. هاي هسه هاي لاترال ايها شوفوها عفوا ميديال ميديال هاي لاترال يعني النا نيرف مثلا او ليش تقول هذا لاترال او هذا هذا ميديال قريبه على الميد لاين اوف ذا بدي قريبه على الميد لاين او على البلان اوف ذا او قريبه على الميد لاين بلان اوف ذا بدي هذا الميد لاين بلان اوف ذا بدي كله الميد لاين هذا كله هاي الميد لاين وهذا الميد ميديان هذا الميديان وهذا الميد لاين فكل ما تكون قريبه تكون اسمها ميديال كل ما تكون بعيده تكون لاترال هاي سوبيريال هاي انفيريال سفليه ابروكسيم ما هسه ناخذ كل كلها سهله تاخذيها ديستال بعيد فيرست اوف اكستريم اكستريم اكستريميتيز اونلي يعني بعيد ديستال اقصى شيء اقصى شيء ديستال تو ذا بدي او فيرست اوف ستكشر بينج farther away from the foot root of the limb root of the limb than another limb than another section to the in the limb يعني هذا الـ هذا الذراع تحمل limb upper limb هذا الذراع فهذا الاصابع هي distal لو تحضرون سهم هذا السهم بعد عضو هذا distal distal بعيده بعيده كلش هاي شو هذا هذا proximal قريب proximal to the proximal at first of the extremities only and first of structure being closer to the root not away from the root of the limb يعني هذا الروت هذا الروت of the limb كل ما يكون بعيد عن الروت يسمونه distal كل ما يكون قريب عن الروت يسمونه proximal هذا الروت of the limb هذا الروت of the limb هنا بين كتف بين حتى تصب الرقبه هاي يسمونه root of the root of the limb A vertebral structure being closer to the root than another section of the body. هاي يسمونه proximal. فبروكسيمال و عفوا بروكسيمال و ديستال. عكس. هسه ناخذ ال سكيليتال تو اكسل بلو. يعني هذا العمود الفقري تو اكسل بلو اند ابندكولار يلو. ابندكولار هذا مثل عمودي هذا ابندكولار يلو. البلو هو اكسل يعني اكسل يعني مثل المحور الوسطي في هذا اكسل يو كان بيتر اندرستاند ذا اكستريميتيز اند ذير روتس هذا الروت بروكسيمال وديستال وكو اكسل اكسل اوف جسم يعني المحور او شلون احنا عندنا بالسياره الاكسل هذا حرك السياره اللي بالنص ما تعرف انه السيارات القديمه الاكسل يسمونه يعني مثل مثل جذر طويل هذا الاكسل هذا يعني العمود الفقري او البناء الرئيسي للجسم بالنص هو هذا كله مبني عليه يسمونه الاكسل هذا كله هذا شو يسمونه؟ هاي يسمونها بندكولار عفوا يلا الكلام بندكولار هي هاي العموديه وتكون محاطه بالاكسل هو الاكسل هاي الدايركشن سوبرفيشال فيرست اوف ستكشر بينج كلوزر تو ذا سيرفيس اوف ذا بادي يعني قريبه على السيرفيس اوف ذا بادي على سطح الجسم يعني كلوزر تو ذا سيرفيس اوف ذا بادي انذر ستكشر قريب على سطح الجسم. سترنم سوبرفيشال هارت ديب يعني هارت قلب ديب سترنم هو سوبرفيشال هذا سترنم هذا الجسم كله هذا هنا عظم القص يسمونه سترنم جوال القلب هارت تكون ديب هذا قص قسم قص يعني قسم الصدر يعني اللي يطلع منه الاضلاع سترنم يسمونه سوبرفيشال والهارت تكون ديب. ديب تو فيتر ستكشر بين كلوزر تو ذا كور اوف ذا بادي. ذن انذر ستكشر كور اوف ذا بادي كور هو اللب او العمود او او المحور الرئيسي للبدي اللي هو عمود الفقري جوا بالنص او الاكسل قلنا عليه ذي الساعه فاي قريب عليه في المناديب دي ولا سوبرفيشال ودي فنترال امامي فنترال كافيت فنترال توارد ذا فرونت اور بولي يو فنت اوت اور يور نوز ماوث يو vent out or your nose and mouth vent ventral ventral امان بدي كافيتي هذا بدي كافيتي هذا ventral كافيتي هذا فراس كافيتي abdominal كافيتي بنفيك كافيتي spinal كافيتي فهنا towards dorsal كافيتي هذا ventral كافيتي هذا ventral امان شوفها كلها ventral امان وهذا الدورزل الخلفي هذا كلها يسمون دورزل كافيتي towards the back like the dorsal fin of the dolphin
like the dorsal fan of the dolphin. هذا dorsal fan of the dolphin. dorsal خلفي وventral ventral أمامي أمامي أمام الجسم من كل الجسم واقف ventral هذا على الكافيتي. هذا قيس على متمكر يعني هنا كتشريحي لعمليات تشريحية جراحية نستعملوها abdominal cavity هذا ventral مات ventral cavity ventral cavity هذا على abdominal cavity على abdominal cavity pelvic cavity هذا قدام السؤال كلها هذا كلها يسمونها برونتال ventral عفوا ventral ventral cavity وهاي dorsal cavity ventral cavity ودorsal cavity هذا برون برون بوزيشن لايك ا برو بس بول بلاير سلايدنج انتو هوم برون بوزيشن يستعملونه من شلون برون بوزيشن دول جماعه الكورونا اللي يحتاجون تنفس اصطناعي يحطوا له على التنفس على جهاز تنفس حتى يكون التنفس مالته فيزيولوجيكال تنفس حركه الجهاز الرئه مالته حركه كافيتي مالته التراس الكافيتي فيسوونه سوبن وهذا سوبن سوبن يسمونه برون بوزيشن برون يعني نايم على بطنه هاي شفنا على بطنه وجهه الجاي هذا اسمه برون بوزيشن بالعدل عدله شوف كله اكو سوبن بوزيشن هذا برون يستعملونه بالجهه هذا يستعملونه وين؟ يستعملونه بال علاج الكورونا من نقول ساعه يتحول على التنفس الاصطناعي يعني على السيباب او على الفنتليتر فيحطوا له على البون بوزيشن سوبن لا للظهر على نوع ظهره lying on soup and you have the soap brought into your mouth شوفين هذا soup بلش unilateral يعني جزء من الجسم pertaining to one side of the body يعني انت واقف تقول unilateral يعني ايدك اليمنى وايدك ورجلك اليمنى يسمونها unilateral بس هاي يعني تقول له مثل هذا عنده جلطه دماغيه unilateral unilateral paralysis of the left right side right side unilateral يعني right side يعني الايد اليمنى الجهه اليمنى من جسمه او bilateral ثياتن unilateral bilateral يعني اليمنى واليسرى جهتين ال transfers horizontal هاي transfers مقطعي horizontal وهذا horizontal هاي transfers وهذا horizontal transfers يعني section to facilitate growing of structure هذا حتى section allow to obtain a three dimension perspective and standing the body from the different ways هذا شوف حتى شوف تشابه تشابه كل شوف الجسم هذا يسمونه anatomical plan anatomical plan هذا شوفوا transverse horizontal transverse horizontal افقي حتى يقطع لك الجسم بالنص allow to obtain a three-dimension perspective and by standing the body from different view حتى نشوف الجسم من different view من يعني to facilitate viewing of its structure. هاي الكلمات مو واضحه يعني ما تنفع عليك anatomical plan اللي هي mid sagittal or median are names for the plan dividing the body into equal right and left. هذا mid sagittal من قسم الجسم الى جسمين قسمين يسمونه two part of the sub sagittal plan. sub sagittal او mid sagittal. mid sagittal يعني تقسم الجسم بالنص هيك anatomically او يسمونه mid sagittal اي نعم هو يقسم لك اياه mid sagittal or median are names for the plan dividing the body into equal right and left half يعني نصفين ايسر وايمن او اعلو شفت هات شوف يسمونه نصفين transverse horizontal يعني under and lower upper and lower portion also called horizontal هذا horizontal transverse horizontal بس مكي upper ولور transverse horizontal upper ولور اللي هو نفس ذاك بس ابر ولا ورا ترانسفيرس هورزونتال نفس الدور هورزونتال يعني شلون نقول
ابر لو تصير ابر لو هبطت الافقي، افقي بس مقطع، مقطع عرضي. فايف موفمنت، ابدكشن، روتيشن، سوبينيشن، اتراكشن، كل تعرفوا انتم يعني. هاي ما معقول ما هذا يعني صار رقم خمسه. ها شنو هاي؟ ها خمس شنو خمس هذا فلكشن. ها شنو سو فلكشن، ها فلكشن سو فلكشن. وهنا روتيشن، هنا روتيشن، هنا روتيشن، اكو ابدكشن. كل خطوه لها لها مصطلح يعني. انا فلكشن، فلكشن انا طبعا شنو ما واضحه الصوره بس هي فلكشن واضحه يعني. فلكشن يعني being a joint or decreasing the angle between two points. تسحب ايدك لفوق يعني مثلا ايدك بدها لقدام بعدين تسحبها الى تقل يعني تثنيها، تثنيها يسمونها فلكشن. اكستنشن تمدها عدل. ستراتيتنج ستراتيتنج a joint or increasing the angle between two points. ستريتنج جو جوينت يعني ستريتنج تمد الجوينت مالتك المفصل بالعدل يسمونه اكستنشن. هاي اكستنشن تمد بالعدل. هاي فلكشن، هاي كلها فلكشن، هاي فلكشن، هاي فلكشن، هاي اكستنشن. هايبر اكستنشن بياد اناتوميكال بوزيشن يعني. يعني هذا اكو اكو نوع من الهايبر اكستنشن هذول عندهم قابليه دور الجمناستيك. اكو بعض الامراض انه هايبر اكستنشن عنده قابليه انه يسوي اكستنشن اكثر يعني. انت عندك قابليه تسوي اكستنشن الى ماده معينه بس كبيهم اوفر اوفر اكستنشن اكثر من اناتوميكال بوزيشن طبيعي في الاستاذ السوي. هاي ريست اكستنشن، فاست فلكشن، ني فلكشن، البو فلكشن، هاي كلهم هاي البو جوينت. هاي هنا شوفوا البو اكستنشن، شوف اكستنشن هنا لما يسحبها لفوق هنا يصير البو فلكشن. ونفس الشيء بقى كل الـ نفس الـ نفس الـ العبارات يعني. هذا ابدكشن موفينج ا بودي بارت توورز ذا ميد لاين اوف ذا بودي. ابدكشن ادكشن عفوا ادكشن موفينج ذا بارت اوف ذا بودي توورز ذا ميد لاين. ايدك تحرك الداخل تطبق جسمك يسمى ادكشن. ابدكشن الخارج هاي ادكشن. شنو تحرك ايدك للداخل هذا ايدك كلها ذراع كلها تحرك يسمى ادكشن. وهنا يصير ابدكشن يصير اوت يعني away from the midline of the body يسمونه abduction. abduction و abduction هذا كرتون بايام كلية الطب تصفور. هذا ذكرها صار لي 40 سنة من قد ما اخذها مع عفتي مو زين هذا كان هسه movement. هاي palm on sole of the foot down. هذا down برون ما موجود فوق هي بس هي اللي يسمونها برونيشن. هاي موجوده شوفوا هناك برونيشن، برونيشن بالم اور سول اوف ذا فوت داون، بالم اور سول داون برونيشن. شوفوا هذا برونيشن هاي هي شو محركه هيك شيء تقلبها تصير برونيشن. هاي محركه يصير سوبونيشن محرك البالم اوف ذا هاند الكف مال ايدك. برونيشن تحركه تحركه لجوا تصير برونيشن، تحركه لفوق هذا يصير سوبونيشن. سوبونيشن turning the bottom of the foot أو هذا شوف هذا pronation هذا subination literal subinator هذا natural all right foot palm or sole of the foot up palm or sole of the foot up up say يسمونه شو يسمونه subin subination up ولا جوا pronation. فنفس الشيء ما موجود الصورة واضحة هنا هي كوبرنيشن تحرك تحرك هذا موجود هذا تحرك اللي جوا تصير للداخل يسمونها برونيشن لما ترجعها تصير سوبونيشن. هاي مشوف ذا يحرك لي ايش ذا يحرك ايش في الاتجاه هذا تصير برونيشن الفوت لما تحرك هيش الخارج تصير فوت تعوج رجلك ايش تبقي عدة تصير سوبونيشن ما مشي سهل. هذا بروتكشن هذا ريتراكشن هذا بروتراكشن ريتراكشن شوف سحب سحب ريتراكشن اوف ماندبل مسحوب
هاي بعمل تجميل يعني، ما سويت تقشير سحب هذا المصل، وهاي اسمه رتكشن سحب بروتراكشن اوف ذا ماندبل، وهذا بروتراكشن هذا من بارز انا من طلع لي قدام الحنك، الحنك اسمه ماندبل بروتراكشن اوف ذا ماندبل اليفيشن اوف ماندبل هذا مرفوع، هذا اكو ناس هيك شكلهم والله من خلقه هيك اليفيشن اوف ماندبل المرفوع، هذا ديبرشن اوف ماندبل يعني نازل، ديبرشن اوف ماندبل لونينج ابارت يعني اسفل، elevation rising رافعة أنا فاتحة depression هاي حركة elevation هذا depression of the mouth of the mandible ويسعى الموت طبعا المندب تحرك الموت منفتح هذا شوفوا attraction moving about forward هذا protection forward سحب لي قدام أنا سحب protection about forward forward سحب لي قدام هذا رتكشن تسحب للخلف هذا يسمونه هاي كل حركات بروتكشن تاخذون ان شاء الله بالمستقبل ما مو صعبه هاي موف شوف سيركم بكشن شوف متفريدك تمديدك عدين وتفرها تفرها تفرها الى شوف شلون تفرها تو سويت مجرب انت قفل حالك وتحرك ايش يسمونه سيركم دكشن انترنال اكسترنال سيركم دكشن يعني انت تحطها وتفرها يعني انت تسوي فلكشن وتفرها سوي لك اكستنشن وتفرها او روتيشن يسمونه روتيشن انترنال روتيشن واكسترنال روتيشن يعني ايدك تفر تسوي لها فلكشن او اكستنشن وتفرها اذا فرتها للداخل انترنال فلكشن اذا فرتها للخارج اكسترنال فلكشن يعني داخل الجسم على جسمك انت يسمونه اكسترنال روتيشن وانترنال اكسترنال روتيشن وانترنال روتيشن اوف ذا هيب اوف ذا شولدر توارد ميد لاين للداخل توارد ميد لاين للميد لاين هذا انترنال روتيشن توارد ميد لاين اكسترنال روتيشن روتيشن اوف ذا هيب اور شولدر اواي فروم ذا ميد لاين اواي فروم ذا ميد لاين انت مو مسوي نفس اواي فروم ذا ميد لاين هذا يسمونه انترنال روتيشن و تراي بلانتر سيركولر موشن موشن اوف ذا هيب اوف ذا شولدر هذا شو الشولدر شلون حركة شوف اسس كومدكشن كله سهل ما بيش هاي lateral flexion هاي حركة lateral flexion lateral هاي midline بعيد عن midline يعني midline في lateral flexion شوف شلون نزلت شوف lateral flexion هاي eversion و inversion هذا inversion يعني البان او السول تحرك للداخل انفيرجن هذا يعني كف ما باطن القدم مالتك باطن ما يكون متحرك للداخل انفيرجن لما تحرك للخارج اكستنشن بس فرها يعني هاي فرها من يم الانكل جوينت فر هذا فرها تفرها هيك للداخل هسه دا فرها قاعد هسه انا قاعد دا فر يعني انا قدامكم قاعد بس ما تشوفوني انا قاعد على الكرسي بس دا فر رجلي اكستنشن وافيرجن انفيرجن وافيرجن دورز فلكشن تسحبها لي فوق تسحب البان او الدورزل بارت او اوف ذا اوف ذا فيت تسحب اللي فوق الدورز فلكشن بلانتر بلانتر هذا بلانتر هذا جوه لما تنزل هي جوه سيب انكل موفمنت بوزيشن بوينتينج ذا فيت داونورد بلانتر فلكشن هذا دورز فلكشن هذا بلانتر فلكشن تنزلها جوه هذا على انكل جوينت الانكل لما ترفع عليه فوق دورز فلكشن لما الانكل تنزل جوه سيب بلانتر فلكشن هذا ulnar deviation deviation ulnar deviation movement of the rest toward the ulna or median medial part هذا قائل مالتك ال ulna deviation هذا ال اشوف هذا هذا ulna ulna هذا ulna nerve او ulna artery او ulna nerve artery هذا ulna ف movement of the rest هذا rest joint toward the ulna من حركه هيك شيء باتجاه ulnar side يسمونه ulnar deviation لانه على اسم ulnar واذا اذا اذا باتجاه الراديوس او الراديال نيرف او نيرديال ارتري يسمون راديال ديفيجن هاي موجوده دول من ينظرون بالعصب بالحرب الحروب يعني يقول هذا يجي كل ايده ضاربها مضروب لان النيرف
بس ديفيجن سمون النر ديفيجن او سمون راديال ديفيجن يعني متجاه الراديال يعني صار ويك فتنوخ الليد لانه النيرف مقطوع اسمون النر ديفيجن وراديال ديفيجن. هذا ماخوذ منين؟ من النر نيرف والراديال نيرف يفوتون من هنا والنر ارتري وميديان ارتري وراديال ارتري اللي يقصون بالبلس. هذا راديال ارتري يقصون بالبلس لما تقيس البلس مع المريض النبض مالته حط صابعك عليه على الفرونتال مو دورزال فرونتال بارت اوف ذا ارم ودوس على الارتري وتشوف النبض يسمونه راديال ارتري. اوبوزيشن موفمنت اوف ذا ثامب اكروس ذا بالم ثامب اكروس ذا بالم يسمونه اوبوزيشن بالم اوف ذا هاند. هذا بالم اوف ذا هاند فشوف اوبوزيشن طريقة شوف ثامب مالتك حركت لفوق طبقت ويا اصبع الاخر يسمونه اوبوزيشن تقابل تقابلون هاي يسمونه موفمنت اوف ذا ثامب. هذا الثامب مالتك شوفه تحرك ثامب هذا الثامب حسن اوبوزيشن هاي اكسترنال روتيشن انترنال روتيشن هاي كلها اخذناها راديال ديفيجن لاحظوا ان ديفيجن هاي كلها مصطلح يعني مصور يعني مو هذا بلفيك هذا انجواينال هذا البلفيك بيوبيك ريجين هذا كاربل ويست هذا كاربل تنل سندروم هنا يصير كاربل تنل عمليه يسوي لها الحوامل تساعدهم انتفاخ في المنطقه هاي بالحمل فيضغط على 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 البالم وشكو نيرف يطب لنا يطب فيصير خدر بديها فوينجو على الكاربل تنل هذا كاربل تنل نفق او كابل كاربل تنل كاربل كاربل تنل سوي له عمليه تحرير او طوح علاج يساعدها الم قطيع هنا بالمنطقه وانتفاخ. هذا ارتيريو انتيريو بريكل فورام هذا ابدومن بلفس انجواينال بيوبك باتلر هاي الصابونه فيمورال ثاي هاي الثاي الفخذ في هنا فيمورال ارتري يجي من هنا كروشيال لينك كرورال راي ليك احنا نسميه ليك وهكذا هاي البنت هذا انتوميكال ابدومينال ما كل مصطلحات ما فيها انتم يعني ان شاء الله هذا نفس الشيء برينيال ليجن برينيال ليجن دورزم اوف ذا هاند جلوتيال هاي فرده وفرده ساكرال هاي ساكرم اوليكرانال الكرونن هذا الكرونن بالالبو ذكرون الكرونن هنا يصير بروز عظمي هنا ابدومينال لمبر لور ساك تيريور هذا فيمورال ثاي بوبليتال باك اوف ذا ني البوبليتال ارتري بوبليتال ارتري يفوت من هنا وبوبليتال نيرف ها بوبليتال باك اوف ذا ني سورال ذا كرورال هاي سورال ليك وكالكينيال هاي كالكينيوم كالكينيوم شوفون عظم الكالكينيوم تاخذون ان شاء الله بالتشرح ما تقول ما تعرف ما تعرف اللي عنده سؤال يعني ان شاء الله من نفتح اونلاين يوم الاربعاء على جروبين بس شوفونا الوقت بيه الساعه خلي يبلغني المرحله بيه الساعه نفتح لكم اونلاين ونعيد المصطلحات واقول لكم شلون تجيب الامتحان هاي المصطلحات حسب الاسئله اللي عندي وارفع لكم بعض الاسئله قديمه حتى تشوفون شلون تجيكم الاسئله بس هي تعاريف واكثر شيء ركز على ركز على الكمان موفمنت يعني كمان انتوميكال انتيريور بوستيريور دورزال فلكشن اكستنشن ابدكشن هاي الكمان يعني كمان موفمنت يعني ما اجيبكم شغلات خاتله ان شاء الله. مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله وانتظركم يوم الاربعاء باذن الله تعالى.